الخامسة. نسير إلى المركز الأول ونتقدم إلى مياسة. مطار بن سعيد بن عبيد الحميري حيث يحتل المركز الأول ويقدم لنا من خلال هذا الانطلاق وهذا التواجد هذا الاسم. نقل إلى المركز الثاني. المركز الثاني مياسة تتواجد على المركز الثاني، تعود أو سودة لخالد بن حمد بن صالح القمرة المري يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث تقدمت الآن الشاهينية، تعود ملكية الشاهينية حمودة بن علي بن حمودة الظاهري في هذه الانطلاقة. هكذا إذا من تحتل المركز الثالث صاحبة كأس الخليج في أول انطلاقاتها في نسخة أبو ظبي، حيث حلت في المركز الأول مع كأس اللقاية. نشير إلى المركز الرابع في هذه اللحظات ونتقدم مع وجود شواهين محمد بن سالم بن دري، حيث يتقدم ليقدم لنا من خلال هذه الانطلاقة شواهين. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت صوغة مطر بن محمد بن علي المنصوري يحتل الآن المركز الخامس والمركز السادس. وصول مشاهدي الأعزاء من قبل قرموشة سعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني يتقدم مشاهدينا الأعزاء مع هذه اللحظات، ويأتينا من خلال الانطلاق هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني في المركز السابع. ننتقل ونسير إلى مكتوم بن الشيبة السبوسي حيث يقدم لنا من خلال هذه الانطلاقات وهذا التواجد هذا الاسم وهي الطيارة. المركز الثامن، نقل إلى المركز الثامن وإلى تواجد هناك كذلك شواهين عبد الله بن حمودة بن سرحان النيادي في المركز الثامن. المركز التاسع الآن وصلت إبداع ويأتي عبيد بن سلطان بن مرخان ليقدم لنا إبداع. والمركز العاشر يأتي شعار بن خصيبة مشاهدي الأعزاء ليقدم لنا مياس راشد بن علي بن خصيبة الظاهري. هذه الأسماء المنطلقة وهذه الأسماء الحاضرة في انطلاقات هذا اليوم. هناك أسماء خلف التغطية الإعلامية مشاهدينا الأعزاء، أسماء قوية وأسماء رنانة صالت في ميادين السباق، ننتظرها كذلك في انطلاقة هذا الشوط من الأسماء المهمة والأسماء العالمية. نعود أيها الحفل الكريم إلى المراكز الأولى ومراكز المقدمة، حيث البداية ما شاء الله ثلاثية على الشوط وتنافس ثلاثي مثير تحمله لنا مشاهدين الكرام هذه الأسماء. ولكن الشاهينية خطفت المركز الأول، خطفت المركز الأول الملكية لحمودة بن علي بن حمودة الظاهري، حيث تتقدم هناك على صدارة الشوط لتنافس منافسة قوية وأداء جميل في هذا الموسم. بينما المركز الثاني، المركز الثاني يأتي مشاهدين الأعزاء شعار بن قمرة ليقدم لنا سودة. خالد بن حمد بن صالح القمرة يحتل المركز الثاني، بينما مياسة في المركز الثالث. هناك مياسة لمطر بن سعيد بن عبيد الحميري يحتل المركز الثالث والمركز الرابع. ننتقل لنشاهد هناك تواجد صوغة مطر بن علي أو مطر بن محمد بن علي المنصوري يأتي في المركز الرابع. المركز الخامس وصلت شواهين لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي في المركز الخامس. والمركز السادس قرموشة لهزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني. والمركز السابع وصلت الآن في هذه اللحظات الطيارة واصلة مكتوم بن الشيبة السبوسي يأتينا سابعا. أما إبداع في المركز الثامن ويأتي عبيد بن سلطان بن مرخان يحتل المركز السابع. المركز الثامن وصلت الآن مياسة، تعود الملكية مشاهد الأعزاء راشد بن علي بن خصيبة الظاهري. والمركز العاشر هذه اللي وصلت في أول ندى جميلة عبيد بن محمد بالذويب العامري اللي حل في المركز العاشر. أو
العودة مشاهدينا الكرام من جديد إلى مجريات وناموس هذا الشوط، حيث تسير هذه الانطلاقة مع شوط من أشواط الكبار في فترة الصباح. عودة إلى الشاهينية، عودة إلى الشاهينية، الشاهينية حمودة بن علي بن حمودة الظاهري لا زالت على مقدمة هذا الشوط في مشوارها من الصغر، ويتحقق الانتصارات صاحبة أول ميدالية وكأس بالنسبة لسن اللقاية في بطولة كأس الخليج. بينما المركز الثاني، المركز الثاني واصل سودة، يأتي خالد بن حمد بن صالح القمرة اللي يحتل المركز الثاني، والنقلة الثالثة إلى مياسة، هناك مطار بن سعيد بن عبيد الحميري، لكن الاتجاه مع الأسماء القادمة، وصلت الطيار ومكتوم بن الشيب السبوسي واصل، خذ المركز الرابع. المركز الخامس، هناك اسم يتقدم مع قرموشة وهزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني، ووصل بالذويب، وصل مشاهدين الأعزاء عبيد بن محمد والذويب العامري، وصل مع جميلة ليتقدم إلى المركز الخامس. إبداع في المركز السادس، عبيد بن سلطان بن برخان يأتي سابعا في هذه الانطلاقة، والمركز السادس. بينما المركز السابع مياسة، يأتي راشد بن علي بن خصيبة الظاهري، والمركز الثامن بداية بداية بداية، ولكل نهاية بداية ولكل بداية نهاية. هناك مشاهدين الأعزاء محمد بن سلطان أو عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان، هذه مزنة مزنة، وصلت حالة المركز الثامن، ولكن عودة إلى المراكز المتقدمة. يا سلام، عودة إلى البداية، عودة إلى صدارة الشوط، عودة إلى صدارة الشوط، عودة إلى المقدمة. يا سلام، الشاهينية حصلت على المركز الأول، لا زالت في مقدمة الشوط، لا زالت المقدمة. يا سلام، هناك على صدارة الشوط، هنا الشاهينية حمودة بن علي بن حمودة الظاهري لا زالت متمسكة بمقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، إلا أن الأسماء القوية بدأت تحضر الآن في هذه اللحظة في منطقة التحدي، في منطقة المناورات الأخيرة. هناك المركز الثاني سودة، هناك خالد بن حمد القمر المري يحتل المركز الثاني، وكذلك عبيد بن سلطان بن مرخان الطيارة واصلة، مكتوم بن الشيب السبوسي، وهنا مياس راشد بن علي بن خصيب الظاهري، وكذلك سمحة لصاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان. هذه الأسماء، هناك سلطان بن حميد بالكديدة يقدم سلهودة. هذه الخمسة أو الست المراكز الأولى كلها رصيدها سيارات كؤوس رموز، الكل حاضر، ولكن الشاهينية مسيطرة. بينما الطيارة، طيري يا طيارة، ها هي الطيارة، مكتوم بن الشيبة السبوسي، ولكن إبداع، ونبغي استمتاع من إبداع عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان. مياسة تحاول، راشد بن علي بن خصيب الظاهري، بينما الطيارة طائرة بالنفاثات الأربع إلى المركز الأول، إلى ند الشبة الرابعة. تهانينا والناموس لمكتوم بن الشيب السبوسي. ها هي مشاهدين الأعزاء الطيارة، طارت الطيارة وحلت بالتحية والسلام لأهالي ند الشبة. تهانينا. المركز الثاني راشد بن علي بن خصيب الظاهري، المركز الثالث خالد بن حمد القمرة، والمركز الرابع إبداع لعبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان. الشاهينية في المركز الخامس، حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء كانت نتيجة هذا الشوط من خلال الانتصار والتنافس والتحدي. التوقيت الزمني، حبلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء، هنا لحظات الوصول إلى خط النهاية، 9:35 بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لمكتوم بن الشيبة السبوسي على هذا الفوز والانتصار، وشكرا ابو محمد راشد بن سالم الهاشمي على هذا الانتصار. بينما المركز الثاني، هنا مياسة راشد بن علي بن خصيب الظاهري، 9:36، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس كذلك على هذا الإبداع والاستمتاع. المركز الثالث كان الحضور أيها الحبل الكريم والمتابعة من سودة خالد بن حمد القمرة، 9:37 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار.